الوصول. يعني يبدأ بالمختصرات قبل المطولات، يبدأ بالمتون العلمية التي نصح بها العلماء. لأن بعض الطلاب يأتيك وقال اسمع أريد أدرس مثلا يقول الألفية، يا أخي ابدأ واحدة واحدة، يقول لا أريد أبدأ بالحموية بالتدمرية، درست الأصول الثلاثة، يقول لا هذا أنا لا أدرس الأصول الثلاثة، أنا طالب علم. طب نسألك عما في الأصول الثلاثة، قال اسأل، يسأل ولا يجيب، لأنه ما تعلم ما تدرج. ومن طلب العلم جملة ذهب عنه جملة. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال الرباني الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة، من علم الإمام أحمد التوحيد؟ من تعرفه؟ لا أحد يعرفه. هذا الذي علم الإمام أحمد التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول، كل أجور أحمد رحمه الله لمن؟ لهذا. من علم الشيخ الحذيفي مثلا الفاتحة؟ كل أجور الشيخ الحذيفي، الصلوات اللي يصليها الآن ويعلم الطلاب وكذا، لمن؟ لمن علم الشيخ الحذيفي الفاتحة. فنحن نبدأ نتدرج، طالب العلم يتدرج والعالم يتدرج في الطالب. نعم. قال رحمه الله: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. نعم، في كل فن ترجع إلى علماء الفن، بماذا أبدأ، كيف أبدأ، كيف أقرأ، كيف أراجع، كيف أطبق العلم. نعم. قال: حفظ مختصر فيه. حفظ مختصر فيه، تأتي مثلا إلى الأصول الثلاثة، إلى التوحيد، تأتي لعلماء التوحيد، بماذا أبدأ؟ قال تبدأ بالأصول الثلاثة، ثم مثلا قواعد أربع، ثم كتاب التوحيد، ثم الواسطية. هذا التدرج عندهم. أحفظ، قال لابد من الحفظ، احفظ فكل حافظ إمام. والبعض قال لا أنا أفهم. سبحان الله، العلم عبادة. نعم. لابد فيها من الخاصة ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هكذا طلب العلم السلف؟ لا. جاءني واحد يعني تستطيع تقول أن هذا إبليس، وجاء للطلاب، نحن بفضل الله نحفظ الطلاب الأصول الثلاثة، فجاء للطلاب قال ايش تحفظوا؟ قال الأصول الثلاثة. قال هل حفظ الأصول الثلاثة أبو بكر وعمر؟ نعم نعم، حفظ الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية. نعم والله حفظوا. ثم هؤلاء السلف الذين ساروا على هذا الطريق طلبوا هذا العلم، ما يمكن نصل إلى ما وصلوا إليه. الآن الطب، أبو سعود يريد أن يكون طبيب أسنان مثلا، إيش يصنع؟ يذهب ويأخذ بعض الكتب بعض المعدات ويفتح عيادة، لا يأتي أحد، يرجع لأهل الاختصاص، ماذا أصنع؟ قلت أصنع كذا وكذا وكذا، ثم بعد هذا نختبر، ثم بعد هذا ترتقي، ثم بعد هذا تكون طبيب عام، ثم أخصائي، ثم استشاري، ثم بروفيسور مثلا. وفي العلم قال لا، أطلب على ما تحب. نعم. ضبطه على شيخ متقن. قبل أن تحفظ المتن تضبط هذا المتن. نعم. عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. لا، قبل الضبط والإتقان للأصل. لأن يعني بعض يشتري ما شاء الله، اشتري قلنا مثلا يعني يأتي للمطولات، درى تعارض العقل والنقل مثلا، منهاج السنة النبوية. لا، تريد تدرس كتب شيخ الإسلام، تعال إلى أهل الاختصاص. بماذا أبدأ في كتب شيخ الإسلام؟ الكتب مختصرة واضحة، رفع الملام عن أئمة الأعلام، عقيدة الواسطية. كيف أقرأ كتب شيخ الإسلام؟ تسأل. قال لابد تبدأ بالكتب السهلة. قال الكتب السهلة عندي لشيخ الإسلام كأنها طلاسم، لا أفهم كلام شيخ الإسلام. قال تأتي بترجمان كأنه شيخ الإسلام يتكلم بغير اللغة العربية، مفهوم. لابد تأتي بمترجم يترجم لك كلام شيخ الإسلام. من هو؟ ابن القيم. تدرس كتب ابن القيم يوصلك إلى شيخ الإسلام. قال ما استطعت، عندي كلام ابن القيم كالطلاسم. تنزل إلى من؟ إلى الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يرتقي بك إلى ابن القيم، ابن القيم يرفعك إلى شيخ الإسلام بإذن الله تعالى. يعني لابد من سؤال العلماء للطلاب. نعم. قال لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقا لن يخرجا.
في ترادف العلوم الجمع بين أكثر من العلم. المنع جاء من العلماء، انت وامان استبق الخروج من بطن الام لن يخرج، يخرج الاول يفتح الطريق ثم يخرج الثاني. تطلب العلم، مذهب الشناطبة في طلب العلم تأخذ علم واحد ثم متن واحد، تحفظ تدرس تضبط تختبر ثم تنتقل الى العلم الثاني. ما يمكن يدرس الطالب اكثر من علم، ولهذا تجد في شنقيط العالم جالس يأتي طالب واحد هذا يقرأ نحو يمشي، لا يمكن أن يدخل في درس الفقه أو في درس الأصول، يمشي يأتي الثاني ويشرح له. وعلى هذه الطريقة علم واحد يتقن هذا العلم ثم ينتقل الآخر. أما هذا في وقت واحد يحفظ قرآن يحفظ أصول ثلاثة يحفظ بلوغ المرأة، لا، اعكف على حفظ القرآن أولا، ستة أشهر تختم. الآن الحياة العلمية كم؟ ست سنوات مثلا، ستة أشهر أحفظ فيها القرآن مع التفسير ابن سعدي أستطيع بإذن الله تعالى، ثم ستة أشهر الثانية قال التوحيد أصول ثلاثة قواعد أربع كتاب التوحيد واسطية حفظ وضبط وشرح مختصر وأختبر فيها، ثم أنتقل السنة الثانية مثلا أبدأ بالنحو سنة كاملة، ثم بعد هذا بأصول الفقه مثلا سنة كاملة، ثم ثلاث سنوات في الفقه يخرج عالم. أما درس هنا ودرس هنا ودرس هنا يظن أنه هو الإمام النووي رحمه الله تعالى استطيع أن يضبط هذه العلوم كامل، ثم لا ضبط ولا شيء لدى الطلاب عندنا في هذه الأيام، يحضر فقط للبركة يسمع ويمشي. نعم. ألا رحمه الله اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. نعم، عندنا فوائد ضوابط علمية لابد تسير على طريقة واحدة. يقول العلم، العلماء يقول العلم ما هو؟ العلم جمع وتفريق سبر وتقسيم، هذا العلم. العلم جمع وتفريق، يعني يقول مثلا عندي الشرط والركن، يجتمع الشرط مع الركن، انه لا يقبل في ترك الشرط ولا الركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد، ويفترق الشرط مع الركن أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية. هذا الذي يفرق يعرف الجمع والتفريق بين الأشياء هذا عالم. ولهذا قالوا أن البعض لا يعرف كوعي من بوعي، صح، يضرب بهذا مثال، وعظم يلي حتى يعني أخرج من هذا، وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصر كرسوع والرزق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فاحفظ واحذر من غلط. اسمع، العلماء ساروا في هذا الطريق، هيئوا لك العلم، ذللوا لك شروط أركان واجبات متون مختصرات شروحات مطولات كذا كذا، ما بقي معك إلا أن تسلك الطريق ولا يسلك البعض. هذا الإشكال عندنا، ما يسلك يريد يسلك على ما يحب. نعم. قال رحمه الله: جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرك للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه، يعني يحترق حتى يصل. وعندنا الكل، الكل بلا استثناء يحترق حتى يصل إلى الزواج، ويصل بإذن الله. أما طلب العلم الدعوة إلى الله الحفظ الضبط لا. نعم، إلا من رحم الله. نعم صلى الله. هذا نقرأ التوحيد ثلاثة. نعم. الآن المؤلف رحمه الله تعالى أرشد الطالب إلى يعني بعض المؤلفات في بعض الفنون، ففي التوحيد ذكرنا، نعم، في توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية يتوسط بالواسطية، وقال أن شيخ الإسلام يعني ترتب كتب شيخ الإسلام أولا يبدأ بالواسطية ثم يرتفع إلى الحموية ثم إلى التدمرية، لأن شيخ الإسلام توسط بالواسطية ثم حمى بالحموية ثم دمر بالتدمرية، مفهوم؟ نعم. بعد هذا قال في النحو، في النحو نعم، قال الآج الرومية، نعم، ملحة الإعراب، ثم قطر الندى لابن هشام وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل. نعم. قال في الحديث في الحديث يبدأ بالأربعين نووي،
ثم بعد هذا لو ينتهي بالبلوغ. الشيخ بن باز رحمه الله تعالى جاء إليه طالب وقال: يا شيخ، المتون كثيرة، الكتب كثيرة، وأنا لا أستطيع، أريد شيء مختصر. قال: كتاب التوحيد وبلوغ المرام. كتاب التوحيد وبلوغ المرام. نعم. قال: في المصطلح نخبة الفكر لابن حجر ثم ألفية العراقي، وفي الفقه مثلا آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله، وعمدة الفقه ثم المقنع، الخلاف المذهبي والمغني، الخلاف العالي ثلاثتها لابن قدامة رحمه الله تعالى. نعم، والله المستعان. إما أن يأخذ مختصر مثلا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، يأخذ الزاد، أو يأخذ مثلا منهج السالكين، لأن بعض الطلاب عندنا قال: لا، المذهب وكذا. يا أخوان، هؤلاء العلماء درسوا على المذهب، شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز رحمه الله الجميع، درسوا على المذهب حتى يضبطوا هذه المسائل، تضبط المسائل بهذه الكتب. ثم هذه الكتب من أين؟ من الكتاب والسنة. وبعد هذا المذموم التقليد الأعمى، التعصب، هذا المذموم. نعم. قال: في أصول الفقه الورقات للجويني رحمه الله، الورقات، أو يأخذ نظم المراقات مثلا، يأخذ كتب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني في كل الفنون. الله أعلم أخواننا، السلف كان الواحد منهم يأتي إلى عالم واحد يأخذ عنه العلم، ثم ينتقل إلى عالم آخر. فالآن تقول مثلا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مر على أكثر الفنون، فآتي وآخذ علم الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أبدأ معه بالأصول الثلاثة، يعرف التوحيد، ثم في القواعد الأربع نفس التعريفات اللي مضت تمضي عليه، فأمشي بسرعة. في كتاب التوحيد يقول تعريف التوحيد، إذن أمشي أعرف تعريف التوحيد، يقسم هنا نفس التقسيم اللي في الواسطية. فبهذه الطريقة تستطيع تمشي بسرعة، تأخذ علم الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى كامل. يعني من سار مثلا في قراءة كتب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تجد أن يعني كلام الشيخ مهضوم لدي الآن، وأصبحت أرتقي بسرعة وأمشي. فلو يمشي بهذه الطريقة، يأخذ شروحات الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في كل الفنون، يكون هذا أسهل، لأن التعريف الذي يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في البلوغ يذكره في الوسطية وفي كتاب التوحيد وفي نظم الورقات مثلا. نعم. وفي الفرائض الرحبية، في الفرائض يعني يأخذ الرحبية، أو يأخذ مثلا البرهانية، يختار يعني نظم إما هذا أو هذا. نعم. وفي التفسير، تفسير ابن كثير رحمه الله، تفسير ابن كثير، والبعض يقول يبدأ بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. نعم. وفي أصول التفسير المقدمة للشيخ إسلام بن تيمية رحمه الله. نعم. وفي السيرة النبوية، السيرة النبوية عندنا المنظومة المئية من 100 بيت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنظم سهل على الطالب. ثم بعد هذا مثلا الرحيق المختوم. نعم. قال: تلقي العلم عن الأشياخ. يا أخواننا، هذه هي طريقة السلف. لم نسمع قط أن أحد تخرج من مدرسة جوجل أو يوتيوب أو فيسبوك أو تويتر. هذا ليس بعلم. العلم تأتي إلى المساجد، تأتي إلى العلماء وتأخذ عنهم. من رام العلوم بغير شيخ يظل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه فيها حتى يصير أظل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. لابد تسلك هذا الطريق، تأتي إلى العلماء، تجالس العالم، تأخذ من علمه، من أدبه، من سمته. أما ما يصنع الطلاب في هذه الأيام، والله هذا ليس بصحيح، وما سمعنا أن أحد تخرج من مدرسة جوجل أبدا. أصلا جوجل ليس بعالم بل زنديق. نطلب العلم كما طلب السلف، علم عبادة لابد فيه من إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. تلقي العلم عن الأكابر، وكان السلف الصالح يبحث عن هؤلاء، من تثق بدينه وعلمه تأخذ عنه العلم وترتاح. حتى عندما تأتي إلى المكتبة
لا تأخذ أي شيء، تأخذ الكتب المعروفة الموثوقة، كتب شيخ الإسلام على ما سيأتي، كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ الفوزان، نعم رحمه الله الجميع. قال أداب الطالب مع شيخه. أداب الطالب مع شيخه، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى عندما وصل إلى هذا المكان كان يقول أنا أشرح هذا الباب حتى تصنع هذه الأمور مع العلماء لا معي، من تواضع رحمه الله تعالى، فما بالك نحن. انقسم الناس تجاه العلماء إلى طرفين وسط، قسم يغلو في العلماء مدحا، وقسم يغلو فيهم قدحا، وقسم يتوسط. أول شرك حدث في الأرض بشبهة الغلو في الصالحين. كيف نحب الصالحين؟ كيف التعامل مع العلماء؟ نحب الصالحين كما أحب السلف، نأخذ العلم عنهم، نحفظ، نراجع، نعمل، ندعو، نذب عن أعراضهم، ندعو لهم في ظهر الغيب. العالم ما يريد منك أن تتمسح به أو تقبل أو تدعو إلى الطعام أو الشراب أو ما إلى ذلك. والله بعض الطلاب يفسد نية العالم أحيانا. نعم يعود على العطاء، يعود على الطعام على الشراب، هو أتى لماذا؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في نهاية الدرس يقول لا داعي لتقبيل رأس الشيخ، المحبة الحقيقية هي الدعاء. يقول أمشي أحيانا في الطريق ويأتيني طالب من خلفي ويأخذ رأسي، يقول يكاد رأسي يقع، وبعض الطلاب نائم في الدرس متكئ يلعب في الجوال، إذا انتهى الدرس قال وين الشيخ؟ ماذا حدث؟ قال أحب الشيخ، أريد تقبيل رأس الشيخ. كذاب، والله أنت كذاب، هذه ليست المحبة الحقيقية. الصحابة رضوان أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانوا يقومون له؟ لا، لما يعلمون من كراهيته لذلك. إذا خرجنا عن المحبة الشرعية وقعنا في المحبة البدعية، ماذا تصنع مع الشيخ؟ تناديه باسمي؟ لا. تسب وتشتم؟ لا. تعترف له بالفضل؟ نعم. البعض يترفع ويتكبر أن ينادي الشيخ بماذا؟ يقول له يا شيخنا. ما يمكن. قل والله ما أقول له هذا، أنا أكبر منه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قالوا من أكبر، أنت أو النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو أكبر مني لكني ولدت قبله. اخواننا يعني هذا العلم لابد يظهر عليك، تعترف لأهل الفضل بالفضل، أمانة سيأتي، هذه أمانة أنت مؤتمن عليها العلم، تسند العلم إلى أهله، تعترف لأهل الفضل بالفضل ولا تبالي. والله لو ترجع في كتابات الشيخ تقي الدين هلالي يتكلم ويقول أنه كان في ذاك الزمن على الشرك الأكبر. بعض من يعني نقل العلم والتوحيد إلى المملكة العربية السعودية يقول هذا، يقول كنت في مصر وتخرجت من الأزهر ورأيت أني على العلم وعلى كذا، يقول مررت بمزارع فلاح يعني صعيدي، يقول فقال خذ هذه الكتب اقرأ فيها، تعلم عقيدة السلف. من اعترف لهذا بالفضل وهو متخرج من الأزهر، ثم كان سببا في أن يعني علم أئمة هنا عندنا في المملكة العربية السعودية. نعم. قال رحمه الله تنبيه مهم. نعم. أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي وتقبيل لحس الأيدي وتقبيل الأيدي والسجود والركوع والتمسح وبركاتك يا سيدنا الشيخ. نعم نعم. قال كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من الفاظ الخدم والعبيد. نعم. قال رأس مالك المفتي مفتي المملكة قال له يا مولانا
قال الله مولانا. نعم. رأس مالك أيها الطالب من شيخك. رأس المال أن تأخذ عنه العلم، هذا هو رأس المال، لا علاقة بأمور الدنيا بهذه الأشياء، هذا المهم. نعم. نشاط الشيخ في درسه يكون على قدر مدارك الطالب في استماعه وجمع نفسه. نعم، الحقوق متبادلة، كما أن العقوق قد يكون من الولد فقد يكون العقوق من الأب، قد يقصر الشيخ قد يقصر الطالب، لكن في الغالب نشاط الشيخ يكون على نشاط الطالب. نعم. قال كتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، هل نكتب والشيخ يشرح؟ نعم أو لا. هذا يقول لابد فيه من شرط وأدب، إذا أردت أن تكتب في درس الشيخ لابد من شرط وأدب، لابد من شرط وأدب. الأدب تستأذن من الشيخ، أكتب، أذن لك بالكتابة تكتب، أذن لك في فتح الكتاب تفتح، وإلا لا تتحرك. نعم. الثاني شرط، الشرط الآن أنا أكتب في درس الشيخ أقول عندما أنقل هذا الكلام بعد فترة لابد أن أقول هذا من سماع لدرس الشيخ، لأن هناك فرق بين السماع. الآن أنا أتكلم بسرعة أحيانا، قد أقول هذا محرم وهو جائز. نعم. فهذا عندما يكتب من درس الشيخ ليس كما يأتي الشيخ ويستحضر يقول اكتب كذا وكذا وكذا، صحيح؟ فلابد من شرط، يكتب هذا من سماعي لدرس الشيخ، مفهوم؟ أي نعم. وبعض الشباب هدانا الله إياه يعني يكتب بعض الأشياء، وهذه الكتابة مهمة حتى يعني يكتب الفوائد وكذا، لكن أحيانا الكتابة يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى تأخذ على الطالب فوائد، تضيع عنه فوائد، فماذا نصنع؟ رأي الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن الطالب لا يكتب حال الدرس، بعد انتهاء الدرس تبدأ وتقيد الفوائد بعد الدرس. يقول طالب العلم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى دائم لديه مفكرة نوتة صغيرة يضعها في جيبه دائما يكتب فيها ويعتاد على الكتابة، يترك هذا الجوال. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله التلقي عن المبتدع، احذر أبا الجهل المبتدع. أبا جهل، يا أخواننا الحمد لله في أهل السنة كفاية، والبعض يذهب إلى أهل البدع، وكان الواحد من السلف من العلماء من علماء السلف يمر على الواحد من أهل البدع ويضع أصبعي في أذنه يقول اسمع مني كلمة، يقول ولا نصف كلمة، وقال الآخر قال امسك الشمس، يعني إذا أردت أن أسمع منك امسك الشمس، جواب معلق بالمحال. ما يمكن نسمع نجالس أهل البدع نكثر سواد أهل الباطل، والله لا يمكن. نعم. لكن عندنا إشكال آخر، أن البعض يرمي بعض علماء أهل السنة بالبدعة. نعم والله، عالم إمام رباني معروف بالعلم والفقه وكذا يقول عنه كذا وكذا وكذا، والله. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء ساروا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لابد يلحقهم شيء مما لحق هؤلاء. يعني مثاله يقال للذي يعلم الناس التوحيد وهابي، وأرادوا القدح وإذا هم يمدحوا. نعم. رحمه الله آداب الزمالة،